النهارده ذكرى وفاه اشاويش عطيه الفنان الكبير المبدع رياض القصبجي اللي ارتبط بسلسله افلام اسماعيل ياسين لحد ما بقى اسمه الاشهر والراسخ في ذاكره الملايين وفي ذاكره السينما المصريه. محطات متعدده في حياه اشاويش عطيه هنشوفها مع حضراتكم من خلال التقرير اللي جاي. وجه محبب رغم ما يظهر عليه من قسوة، ارتبط بسلسلة أفلام إسماعيل ياسين حتى صار اسمه الأشهر والراسخ في ذاكرة الملايين، الشاويش عطية، أيقونة الكوميديا، رياض القصبجي الذي تحل ذكرى وفاته اليوم. ولد رياض محمود حسن القصبجي في 13 من سبتمبر عام 1903 بمدينة جرجة في محافظة سوهاج، ولم يحلم القصبجي ذات يوم بالشهرة أو بالوقوف أمام الكاميرا، وشأن الكثير من الناس كان يتمنى العمل في وظيفة حكومية يستطيع من خلالها مواجهة ظروف الحياة، وبالفعل التحق بالعمل ككمساري في هيئة السكك الحديدية، وكان يشعر بالرضا عن حاله حتى نصحه أصدقاؤه بالالتحاق بفرق التمثيل. شارك القصبجي في 179 فيلماً، وكان أول أعماله فيلم اليد السوداء عام 1936، وجاء العمل الثاني والثالث في العام التالي بعد بدايته الفنية بفيلمي سر الدكتور إبراهيم وسلامة في خير عام 1937، ثم التلغراف وبحبح باشا رابع وخامس أفلامه، ثم فيلم الشاويش عطية عام 1938. انضم لفيلم سلفني 3 جنيه الذي بدأ به بعدما شاهده المخرج توجو مزراحي أثناء تصوير الفيلم، وأسند له مزراحي دوراً صغيراً في العمل بسبب بنيانه القوي وأدى دوره بمهارة كبيرة، ومن هنا أحب السينما وقرر تطوير إمكانياته التمثيلية والتحق بالعمل مع العديد من الفرق المسرحية الناجحة في هذه المرحلة مثل فرقة علي الكسار، جورج أبيض، وفرقة إسماعيل ياسين الذي ارتبط اسمه به ومعه كثنائي لم يتكرر في السينما المصرية. قدم عدداً من الأعمال الفنية أشهرها إسماعيل ياسين في البوليس، مغامرات إسماعيل ياسين، الآنسة حنفي، وإسماعيل ياسين بوليس سري.